يقول: شخص توفي في رمضان الماضي، وقبل وفاته بأسبوع كان لا يستطيع الكلام من شدة المرض، وقبل وفاته بيوم كان ينطق بالشهادة ويرددها، ونرجو أن تكون الشهادة هي آخر كلامه قبل موته إن شاء الله. سؤاله يقول: لكن كان قبل ذلك تاركا لأركان الإسلام كلها، ما حكم إسلام إذا هذا؟ إذا كان أنه تاب قبل أن تبلغ الغرغرة، تاب قبل أن تبلغ روحه الغرغرة، تبلغ الحلقوم، توبته مقبولة إن شاء الله. أما إذا كان ما تاب إلا لما حضره الموت، هذا ما ينفعه التوبة. نعم، ولكن أنتم ما عليكم، أنتم ما عليكم، كلوا أمره إلى الله. نعم.